في منطقة في الجنوب، أتى الصائح لرجل: بيتك يحترق، النار فيه. أتى يهرع إذا بزوجته عند الباب تصيح: بناتي في المقلط. المقلط تعرفون بجوار المجلس في أول البيت، بناتي نايمات في المقلط. قال: أمي وين؟ قالت: أمك داخل وبجوار المطبخ اللي يحترق. فترك المرأة وبنياتها واقتحم ببطانية، دخل البيت، اخترق الصالة، كسر الباب. أمه كانت ترتجف والدخان حولها ولم يصبها أذى، لمها في البطانية وبلل البطانية، ثم خرج والنار تأكله من رأسه ومن يديه، ثم لحقت وجهه حتى أخرج أمه إلى الخارج ورمى عليها البطانية. دخل مرة أخرى، فتح باب المقلط، بنياته في الركن يبكيان، أخذهما وحضنهما، خرج ثم سقط على وجهه مغشياً، أنقذ أمه وبنياته، لكن غاب عن الوعي نصف عام، 6 أشهر. تفضخت عيونه وارتفعت شفتيه لأن النار أكلتهما، زال حسنه، تعجن رأسه، زال شعره، شبنت يديه، لا يستطيع أن يمدها من النار لأنه كان قد ضم على أمه وهي تأكله. ثم فتح العين وقد زال الحسن، وتذكر الموقف والواقع، إذا بأمه عند رأسه يبشرانها أو يبشرونها بأن فلاناً مبارك بشر. فتح عيونه، عاد الوعي إليه، نظر إليها بعين قد ذهبت الأجفان منها باحتراق النار. قال: أمي أنت طيبة؟ فبكت، قالت: يا ولدي أحرقتك النار. قال: يم يا حلوة اللبن، النار وفدات عن كل ضرر وكل شوكة. قالت: ونمك ما عندي لك شيء، والله ما عندي إلا دعوة: اللهم كما حماني من نار الدنيا فاحمه من نار الآخرة. ما أجملها، موقف من أجمل المواقف، وله بكثير على الأم، أن نفديها بأموالنا وبأنفسنا. ما رأيك في الذي مشغول بالدوام إلى 4، ومشغول من 4 إلى 9 بالأبناء، ومشغول في الغد كذلك والذي بعده، وأمه تتمنى أن يدخل الباب عليها؟ ما هذا؟ ما فداها ببدنه ولا احترق بدنه، تريد أن تراه. والله إن بعض الآباء والأمهات يتمنون أن يرونا، لكنهم يرحموننا. أمي أنا معليش قصرت، ما زرتك إلا ونمك، خلك في عملك، وانتبه لنفسك، وانتبه لأطفالك، أنا بخير وإن بخير، ولا تشغل نفسك بنا، وإن ولله الحمد ما علينا ناقص. مسكين هذا الابن اللي يصدق هذا الكلام، مسكين.